وفقني الله العام الماضي وقمت بأداء فريضة الحج، ولكن عندما ذهبت صباح يوم العاشر لرمي جمرة العقربة وقبل زوال الشمس، كان معي 7 حصيات فقط لا غير من مزدلفة، وقمت برمي 7 الحصيات، ولكن لشدة الزحام لم أتأكد من وقوع جميع الحصيات داخل حوض الرمي، فانتظرت قليلا حوالي ربع ساعة حتى خف الزحام، وقمت بجمع 8 حصيات من الذي وقع من الناس خارج الحوض، وذهبت قريبا من الحوض ورميت 7 الحصيات كلها ووقعت كلها داخل الحوض. هل ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أحسنت في هذا العمل ونرجو الله لك القبول. يا الله. وهذا عمل صحيح. نعم. يسأل عن جمعه ل8 الحصيات مما وقع من الناس. لا بأس في ذلك. الذي لا يجوز أخذ الحصى من الحوض. طيب. أما أخذ الحصى من خارج الحوض فلا مانع منه. كونه رمى ب8 حصيات كما يعبر. يعتد ب7 والزيادة لا قيمة لها. الحمد لله. الحمد لله.